رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1. يرافق سمو الشيخ نهيان بن زايد الهيان رئيس أمناء مجلس مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد الهيان رئيس ديوان سمو ولي العهد أبو ظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد الهيان نائب رئيس أمناء مجلس مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية. وأشاد سمو خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشمله من تعاون وتنسيق وثيق في العديد من المجالات، مشيرا سموه إلى حرص البلدين على مواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات في إقامة سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 على أرضهما، ما يضيف لرصيد نجاحات هذا الحدث العالمي في المنطقة.